السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم على القناة. وصفتنا في هذه الحلقة عبارة عن ديسير غني منعش ورائع جدا وصحي، أنه كيحتوي على كمية كبيرة من الفواكه. بالنسبة للمكونات، محتاجين لتر واحد من عصير الليمون، ومحتاجين 3 أكياس من الفلون بنكهة الفاني. لو كان بدون نكهة كنظن انه معرفش، انا عمري ما شفت فلون بدون نكهة. لو كان متوفر فلون بدون نكهة استعملوه، لو ما كانش متوفر استعملوه فقط بنكهة الفاني، يعني ما تستعملوش بنكهة شي فاكهة. ومحتاجين هنا تشكيلة من الفواكه المقطعة قطع صغيرة، استعملوا اي فاكهة متوفرة عندكم هنا. انا هنا استعملت الموز، الفراولة، الكيوي، الخوخ، مهم اي فواكه كانت متوفرة عندكم مقطعة قطع صغيرة. بالنسبة للطريقة، ناخذ عصير البرتقال، ممكن تضيفوا السكر على حسب الذوق، هذا شيء اختياري، ولكن انا كنفضل السكر المتواجد، يعني السكر الطبيعي المتواجد في جميع الفواكه. ثم نضيف الفلون، نخلطهم جيدا مع بعضهم ونديرهم فوق النار مع استمرار التحريك. يعني الطريقة الاعتيادية اللي كنحضروا بها الفلون، ولكن باستعمال الحليب. هذه المرة عوضت الحليب بعصير البرتقال. ثم ناخذ أكواب التخديم ونوضع فيهم الفواكه، كمية من الفواكه. بعد ما أصبح عندنا خليط عصير البرتقال جاهز، نسكبه فوق هاد الفواكه. انا قمت باضافه واحد الاضافه، واللي هي الزبيب، انه كان متوفر عندي فانا اضفته. لو كان متوفر عندكم حتى التمر اضيفه. فنسكب عليهم عصير البرتقال اللي سبق ليا وخلطته مع الفلون، وندخلهم في الثلاجه حتى تتماسك جيدا مع بعضها. هذا هو الشكل النهائي للديسير الصحي الغني بالفواكه وعصير البرتقال. نتمنى الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها. أشكركم جدا على المتابعة. باي باي.